شيعت إيران جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأقام المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمانه في مصلى جامعة طهران. ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان جوا إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يقيم هنية بشكل رئيسي من أجل إقامة مراسم الدفن غدا الجمعة. روزي مردان عاشق مي شود بيشك. امروز به خود مي بالد مسجد الاقصی